هاي، ازيكم يا صحابي؟ انا اميره من السنه بنيوز مصر، واحنا النهارده في مسرح كنيسه العذراء بارض الجولف، ومعانا مسابقه مواهب بتضم عدد كبير قوي من الكنايس. لو عايزين تقضوا يوم حلو خليكم معانا في حلقتنا النهارده. قدمت لنا ايه النهارده؟ قدمنا شعار مهرجان الكرازه وترنيمه كل يوم في صبح جديد من حبك يا ربي لينا، وبصوا ذوقوا، وكنيستي كنيستي، والشعار. قلنا الشعار وقلنا اغنيه بلاد، فتحت عينيا وشعار المهرجان، بصوا ذوقوا، كنيستي كنيستي، وده صح حلو قوي، وبصوا ذوقوا. جايه عشان اشارك صحابي فرحتهم في الكرازه. جايه تبع فريق ايه؟ كسار الداود. كنت مشتركة في الكورال بتاع أطفال الراعي. وبكده يا أصحابي تكون خلصت حلقتنا النهاردة. أتمنى تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا بكل المواهب اللي احنا شفناها. أشوفكم في يوم جديد ونيوز جديدة. كانت معكم أميرة من السنة بنيوز مصر. باي باي.